وزي ما سعادتك شايف نتيجة التحريات متحدد فيها أوكار جديدة، والمشكلة إن زباين الترامادول هم نفسهم نفس زباين الهيروين وبيزيدوا بشكل مخيف. وده اللي أنا كنت خايف منه علي وعامل حسابه. ده إيه ده؟ أماكن من الشرق ومن الغرب وفوق وتحت، إحنا هنلاحق على إيه ولا إيه؟ بيئات مختلفة وتجمعات غريبة، زمالك والمهندسين والدويقة ومساكن الزلزال وغيرها وغيرها. واضح إن أنا لازم أكرر المحاولة مرة تانية. محاولة إيه سعادتك؟ المحاولة اللي كنت بدأتها وللأسف ما كملتش، كان نفسي تجيب نتيجة. مع مين؟ قول لي علي. الواد مغاور رجع من الأجازة ولا لسه؟ وسلم عهدته واتكل على الله ولبس الملكي. إيه ده؟ خلص تجنيده؟ يا باشا الأيام بتجري. طب اسمع علي، تقب وتغطس تجيب لي مغاور في العنوان ده الساعة 5. تمام ساعتك. خد ياخد عدوينك يا ست الكل. الكلام ده ولا يخش نفوخي بنكلة. نكلة شوق دي حية ولسانها تلف حوالين رقبتها وتحزم بيه وسطها، هتلاقي اللي هجت وهو اللي بدور عليها. بس لازم نحرس يا قميص. لا يا أمه لا، الخيل ما يعملهاش. خالك بيلطش بقاله مدة، واللي يخليه يهج ويشك فيك يخليه يروح للنوح برجليه. هو مين اللي خلاه يهج ويشك فيا؟ مش هي الحية اللي انت بحذراني منها بعتم لسانك؟ لو هي اللي هجت يبقى خير وبركة، لكن لو سمع كلامها وفاتنا يبقى حفر قبره برجليه. لا مؤاخذة يا فندينا، لا مؤاخذة ست الحاجة. في عزوز. هنا في البيت. وده اللي جابه؟ هو مين يا خميس؟ يا باشا انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. افتكر يا خميس اني جيت لك اكتر من مره وكلمتك اكتر من مره وقلت لك انا بعمل كده ليه وبحارب ايه، يمكن تسمعني وتفهمني. يا باشا انت بتحكي في حكايات وحوارات انا ماليش فيها. برشام ايه وكمية ايه؟ ما قلناها المعاليك قبل كده، احنا بتوع مزاج وبس. عايز معسل من عناية، احلى توليفة تكون عندك. ده لو ليك فيه بلاكش، كل واحد فينا يروح لحاله. بص يا خميس، انا بديك فرصة عمرك، انا مستعد امحي تاريخك كله واقطع كل ملفاتك وتبتدي صفحة جديدة على بياض. نجي روحك. استغفر الله العظيم، المنجي هو الله ونعم بالله. لا إله إلا الله. بس السكة اللي انت فيها دي يا خميس كل يوم بيزيد فيها أعدائك ومفسينك، وآخرة الخط عمره بيتقسف. حدش بيموت ناقص عمر يا بيه. لا في العالم بتاعك وده الكل بيموت ناقص عمر، بس الموت اللي أنا أقصده مش الموت اللي مقدره ربنا سبحانه وتعالى. حاشا لله حاشا لله لما قدر ومكتوب. الموت اللي انا اقصده موتك جوه روحك اللي انت شايلها على كفك في وسط سوق ما بيرحمش والرصاص متنطور حواليك وناره تحت مخدتك مش عليها. اللي اصعب من الموت يا خميس انتظاره. تطلع يا باشا التلفزيون وتقول انت بتقول حلو قوي. حلو حلو. واليومين دول بتوع الاولى دي يومينهم يعني، الناس يا اخويا بتقعد مطرطقه قدامها بالساعات. ده ما الله يا ارزاق ارزاق. يعني مفيش فايده يا باشا. انا بعمل خير في البشريه، بعمل خير للبشريه. قدروا بقى بعد اللي زي ما عليك ما يطلعوا التلفزيون يقولوا الكلام المكعب اللي مش راكب اللي معليك قلته ده، والناس دماغتها تتشقلب بحوارات مفكوكه. قوم يقول انا اخر الليل
كل واحد فيهم يضرب له حجر معسل معسل ويزيح، قوم الدماغ تتظبط وترجع لمطرحها وكلامي برازين، قوم الناس يقولوا لبعض بحب مزاج الخير يا باشا. يعني برضه مفيش فايدة، بس افتكر افتكر انت انك قاعد هنا في ضيافتي دلوقتي مع انك دهست حرمة بيتي في غيابي، وانا مش ناسي. خطوة عزيزة. نورت يا بيه. Zoss!